في القاهرة، في اسكندرية، في دمياط، في الشرقية، في أسيوط، في الدقهلية، في البحيرة، في سوهاج، في الأليوبية، في الإسماعيلية، في الفيوم، في المنيا، في شمال سيناء. شمال سيناء 14 محافظة. 14 محافظة. كويس، ده هيبقى في مكان معين، أماكن هيعلن عنها، هيتم في الإعلان كل عنها. محافظة، كل غرفة في كل محافظة هتعمل إعلان عن المكان اللي دي موجود هيبقى فيه فيها كل احتياجات كل ولادنا. احتياجات المدارس. زي ما بقول لحضرتك، في ثلاث مجموعات سلعية: الأغذية المرتبطة بالمدرسة، يعني جبن، عصاير، حاجات زي كده، ملابس اللي مرتبطة بالمدارس، والأدوات المدرسية والكتابية. أنا عايز أعلق على اللي كان بيقوله، حتة التصنيع. مصر عندها فرصة ذهبية دلوقتي في أي حاجة كثيفة العمالة، لأن حضرتك لو بصيت دلوقتي الدخول في مصر مقارنة ببره، هيبقى عندك ميزة تنافسية عالية جدا. حضرتك العشر تلاف جنيه دول ب 500 دولار 600 دولار، مفيش حتة في العالم بتدي 600 دولار في الشهر، وواحد هيبقى كفء وبالنسبه له ده دخل مناسب جدا للمعيشه. فلو قدرنا ننفذ الفكره دي او ما شابهها او طورناها او حتى أو الفكره اللي طرحها انا شايف انها هتبقى فرصه كويسه جدا نبتدي بيها ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتوني.